طيب عايز اسالك سؤال يعني ورد عليه منتهى الصراحه. دلوقتي لو اتكلمنا مع التطور اللي حصل واهتمام الدوله نفسها بالرياضه، ربما فارق عن زمان، خلينا نبقى صراحه، واصبح دلوقتي في توجه ان الرياضه اساسيه ومش التركيز فقط على كره القدم، بقى في اهتمام برياضات مختلفه. واضح جدا نقدر نقول ان تنس الطاوله المصري يقدر حاليا يصل للعالميه؟ يعني احنا عندنا الكوادر، يعني ناشئين عندنا كويسين جدا وما عندناش نقص في فكره المهاره. هل احنا دلوقتي مع الاهتمام ده نقدر نوصل للعالميه بشكل افضل بكتير كرانك؟ يعني هقول لحضرتك على يعني حاجه كده، ايه بصراحه تمام. الدوله مهتمه، مهتمه كويس. وبتصرف، بتصرف، بس احنا ينقصنا التخطيط. التخطيط مش لا هي مهارة ولا هي صرف ولا يعني ولا إمكانيات. اللعيبة الحمد لله موجودين ومستواهم كويس ويقدروا، بالذات اللي هم الصغيرين. التخطيط ده يفرق جامد قوي. بمعنى ايه التخطيط بقى؟ يعني البلاننج اللي حاصل للعيبة نفسها، يبقى عارف ان هو الشهر الجاي هيبقى عنده كذا، الشهر اللي بعده هيبقى عنده كذا، المعسكر اللي بين البطولتين، هتمرن ازاي الفترة دي عشان المنافسات اللي عندي شكلها عامل ازاي. الحاجات دي كلها احنا نوعا ما مش اقوياء فيها. يعني انت عندك دولة ابتداء من رأس الدولة مهتمة بالملف الرياضة، وعندك وزارة للشباب والرياضة، وعندك اتحاد للعبة، وعندك مشكلة في التخطيط؟ وده كلام يبدو، هو مش كلام، انت في حاجات، في حاجات عندنا بتحكمنا. يعني انا بتكلم على تنس طاوله يعني. طبعا كلام عادي. هو خاصة موضوع الاحتراف ماله؟ تمام، انا بيبقى في بطوله وفي محترف، تمام، عندي ماتش مع النادي مثلا في حته الفلانيه او كده، فبيحصل زي ما قلت في الاول كده، بيحصل هندله للموضوع ان احنا نحاول ننظمها. ده لو احتراف ونادي. انما لو احتراف مثلا مع المنتخب، لا، الاولويه بكده كده بتبقى للمنتخب. بس هي النقطة دي ساعات بتأثر على بعض المشاركات. ساعات احنا بيبقى مثلا عندنا ماتشات او حاجة، وفي في المنتخب عنده ماتشات، فبيبقى غصب عن اللعيب بيقدر يلعب الماتش وجاري على المنتخب. فبيبقى ساعات ممكن يكون مستهلك او حاجة، في حاجات بتبقى جبرانة ان احنا نعمل كده. يعني اللعيب برضو لما يلعب هو بياخد فلوس من النادي وبياخد احتكاك وحاجات كتير، المفروض انها في الاخر بتصب للمنتخب. فالنقطة دي بتبقى ساعات مثلا بعض ماتشات بتلاقي نفسك مستهلك شوية، ان انت لاعب هنا ولاعب هنا ولاعب هنا ولاعب هنا. فدي نقطة. النقطة الثانية، خلينا نتكلم احنا فين في تنس الطاولة. ماشي. يعني لو احنا هنتكلم كمصر، احنا يعتبر من اقوى اخر ليفل 1 او احسن ليفل 2. تمام، اللي هم مثلا من نقول من ال 16 17 كده، ده بما يرضي الله. تمام، السهوله ان احنا نقدر نوصل مثلا 4 5 مراكز قدام. بس الفتره اللعيبه اللي بتقعدها في مصر لازم تختلف، ويقعدوا بره اكتر، يلعبوا ماتشات اكتر، يلعبوا بطولات اكتر، يعني عشان يقدروا يعدوا الثلاث اربع مراكز اللي هم احنا عندنا. المركز يعني بالموت بيطلع بالموت، واحد يسبق مركز في الرانكينج الدولي بيبقى الموضوع صعب جدا. فعشان يقدر يعمل الكلام ده، تمام، محتاج دعم كتير جدا، والدنيا تبقى ماشية معاه، يعني عارف هو هيعمل ايه، المنتخب كله مش واحد، لان انت بتلعب بفرقة. فمحتاج القصة دي. اللي نجحت فيها نوعا ما هنا ما شاء الله عليها بجد يعني. بس هنا لوحدها مش كفاية. طبعا يعني هنا لوحدها مش جيل. طبعا يعني هنا وزملاتها، احنا عندنا خامات كتيرة كويسة، صغيرين واكبر من هنا شويه، ويمكن كمان في ان شاء الله مبشرين كمان اصغر من هنا. بس محتاجين التخطيط من بدري. يعني انا اقدر اقول انها نجحت عشان كان التخطيط من بدري قوي. اوكي. تمام، من وهي عندها 5 6 سنين اهلها ركزوا في الموضوع، ابتدت تنتج وابتدت تكسب بطولات وهي عندها 7 سنين و8 سنين، وده مش موجود عندنا اصلا ان حد يكسب بطوله 7 8 سنين. صح. لما ابتدت هي تكسب الموضوع اختلف. احنا عندنا ناس تانية بتخطط، تمام، وفي بعض عواقب كده وحاجات يعني بتبوظ الخطه اللي هم عاملينها، او الدنيا ما بتظبطش معاهم، فبيضطر يرجع خطوه لورا ويبتدي يعيد الموضوع من اول وجديد. فلازم كل المنظومه كلها تبقى ماشيه في اتجاه واحد.